التصور ديال الحزب يركز على إبراز العوامل السياسية والمؤسساتية التي تفسر الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية الموجودة في البلاد، وهي اللي أعطت المحدودية لهذا النظام التنموي أو ما يسمى بنموذج التنموي الموجود. فأولا الاقتصاد الوطني هو اليوم اقتصاد مركب من مكونات غير متجانسة، ربما فيه مكونات تحاول أن تبني اقتصادا للسوق، يتسم تكافؤ الفرص بالتنافسية بالابتكار، ولكن هذا المكون كيبقى مكون ضعيف أمام مكون أساسي في الاقتصاد الوطني، واللي هو اقتصاد الريع، والذي يرتكز على التحفيز، على الدعم، على الحماية، أن مجموعة ديال القطاعات محمية ولا تعرف المنافسة. وهاد التركيبة ديال الاقتصاد هي نابعة من السياسة العمومية ديال الدولة، يعني أن السياسة العمومية هي التي تغذي هاد الريع، وهي التي تغذي هاد الأنظمة ديال التحفيز وديال الدعم، وهي التي تغذي توجه الاستثمار العمومي حول قطاعات غير منتجة بالكيفية اللي كنطمحوا لها، لا سيما العقار. فالاستثمار العمومي يوجه نحو العقار، يوجه نحو استثمارات في السياحة، استثمارات الخدماتية، ولا يوجه بكيف بما هو كافي نحو التصنيع. فرغم ما يقال اليوم حول ما يحققه المغرب في قطاع السيارات وفي قطاع الطيران، هذا يبقى محصور ومحدود بالمقارنة مع ما يفقده المغرب في قطاعات صناعية تقليدية كالثوب والجلد والصناعات الغذائية التي تتسم بقوة في التشغيل وبأهمية في التشغيل، واللي اليوم كتفقد فرص كثيرة للشغل. فلما نريد أن نتكلم على صناعة وطنية للصناعة وطنية، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار المساهمة ديال جميع الصناعات في التشغيل وفي خلق الثروة، وما نركزوش غير على ما هو ناجح الآن وناجح نظرا للمساهمة ديال الرأسمال الأجنبي. قطاع السيارات وقطاع الطيران هادو جوج القفزات صناعية التفسير ديالها راجع للدور ديال الرأسمال الأجنبي ماشي الرأسمال الوطني. إذن هادو هما النقاط الأساسية. أولا تفكيك اقتصاد السوق وتوجيه السياسات العمومية نحو اقتصاد وطني قوي يحظى بالتنافسية وتكافؤ الفرص، وثانيا إعادة تنظيم المؤسسات الترابية ديال الدولة باش ما يبقاش يعرف هذه الازدواجية التي تفسر ضعف الدولة الترابية اللي ما أصبحتش قادرة باش تلبي الحاجيات المتصاعدة للمواطنين داخل الجهات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.